السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في عنواننا الأول: حرائق ضخمة في مزارع القمح بمحافظة صلاح الدين، والمزارعون يؤكدون أن الحريق بفعل فاعل. ولدينا في عنواننا الثاني: الأمراض السرطانية تفتك بكثير من أهالي البصرة وسط غياب للعلاج وللدور الحكومي معا. وضمن العناوين أيضا: استمرار الغضب الشعبي على الحكومة بعد قرار توزيع نصف كيلوغرام من العدس لكل مواطن. ولدينا أيضا ضمن عناويننا: حرب العصابات، يستمر مسلسل الانشقاقات والملاحقات داخل التيار الصدري، والنظام والقانون في العراق غائبان. أهلا بكم. بعد مرور ساعات على إعلان وزارة الزراعة في حكومة بغداد بدء شراء محصول القمح المحلي من المزارعين العراقيين وفقا لما أكدته وكالة رويترز، تم حرق مساحة كبيرة من هذه الأراضي الزراعية، خلفت خسائر باهظة في حقول القمح المنتشرة في جزيرة تكريت شمالية بغداد والتي تخضع لسيطرة ميليشيات الحشد. الحرائق تزامنت مع حرائق أخرى في محافظة ديالى، حتى وصل الحال بقائد الشرطة بتصريح عن الموضوع قائلا: إن الشرطة ستتعامل مع هذه الحرائق معاملة العمليات الإرهابية. لنشاهد مع المشاهدين الكرام لقطات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي لحرائق حقول الحنطة أو الحنطة بجزيرة تكريت. المزارعون في مناطق شرقية مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين عثروا على أداة جريمة حرق حقول محصول القمح، وقال المزارعون من منطقة العلم شرقية مدينة تكريت إن مجهولين لديهم خبرة بصناعة المتفجرات وضعوا أجهزة تتسبب بحريق وسط حقول القمح ليمتد إلى أكبر رقعة أو رقعة مزروعة من هذه الأراضي، مبينين أن الجهاز يتم التحكم به عن بعد من خلال هاتف النقال. فنشاهد. نبقى في هذا الإطار. ممارسات الحشد في هذه المناطق لم تقتصر على ما شاهدتم قبل قليل. مزارعون ومربو أغنام وأبقار عبروا عن استيائهم من الرسوم التي يفرضها الحشد مقابل السماح بعبورهم في السيطرات، حيث تتراوح الأموال ما بين 500 دولار إلى 1000 دولار لكل سيارة تنقل بضائع، بالرغم من استحصالهم للأوراق الرسمية لنقل حلالهم كما يسمونه. فنشاهد. شوفوا حلال العالم، بابا حلال العالم الصاير بيه هاي من ورا السيطرات. عدمة تشتكي هاي العالم، وين تروح؟ يلا شوف الحلال هذا جاي يصير بيه، هاي جاي يبقى هنا ويرجعون لبيوتهم ويباوعون على الحلال. هذا واحد من السواق يحكي، تفضل خوي. احنا مشكلتنا الناشد السيد عادل عبد المهدي والناشد هادي العامري انه يشوفون لنا صورة حل، لانه هذا حلالنا صار لنا 3 ايام بالسيطرات. لا اكل لا شروب. زين احنا شنو ذنبنا؟ هاي السيارة ياخذون عليها 5 اوراق، هاي الصغيرة الكبيرة ياخذون عليها 7 اوراق. زين هو حلال من جهة حتى ياخذون 5 و 7 اوراق و 10 اوراق، يعني معناته هذا الكلام انه يقولون هذا بنرجع بيوتو بيوتو كبو سبتو، نظل لا شغل ولا عمل. نروح للضباط، ضباط السيطرات يقولون انتم كتبكم سليمة، ما يصير هيك، هذا مو عمل، هذا انتم كتبكم سليمة تنسوا هذه، احنا ما نقدر نعبركم الا يجينا نداء، يجينا نداء ابو سجاد، ابو سجاد اسمه ابو حمزه الفان،
زين حمزه الفاني احنا ليش ما خلينا نعبر؟ هاي كتب رسمي احنا واقفين هاي حلنا حل العالم رسمي وهذا حلال الباقي يموت يفطس منه كل الكراوي يقطعوا من يمته زين هاي السياره يريد من عندها خمسه اوراق هاي السياره يريد من عندها سبع اوراق شنو يعني شنو هاي السبع اوراق شنو ضريبه والله ما ضريبه علينا نروح ونرجع يعني قاعد بجوز كراوينا قاعد بجوزكم مسكتوا ليش تقولوا لا ولا تشتغلوا ليش يقولون وهاي السواق موجوده وهاي العمال شنو عم ضالين نتوسل وكاتل نرجع والعطش ليش ثلاث ايام ابو يومين ابو خمس ايام اصحاب عوائل احنا اصحاب جهال احنا تفضل بابا على الحلال صور اذا بين كذب هسه كسان ما تلف زين يموت له 3 ريال ويدفع 7 اوراق منين يجيبها إذن هكذا تتعامل الميليشيات مع المواطنين في العراق وللأسف يناشد هادي العامري أحد زعماء هذه الميليشيات وفرق الموت المنتشرة في العراق وأحد الذين قتلوا العراقيين وذبحوهم منذ تاريخه المعروف طبعا بتاريخه الدموي والذي قاتل مع إيران هذه السلسلة الطويلة من المسلسل الإجرامي الذي اتهم به هادي العامري من قبل كثير من العراقيين يناشد الآن بسبب سيطرته على الميليشيات وفرق الموت وطبعا هذا تأكيد على غياب دور الدولة ودور القانون في حد هذه الظواهر قضية الإتاوات ونقاط التفتيش غير الحكومية التي تضعها الميليشيات والتي تسيطر وقضية كذلك حرق الحقول الزراعية كانت متعلقة بمنتج القمح أو غيرها من هذه المنتجات العراقية الأخرى التي تزرع بهذه الأرض نتيجة لرغبة أحزاب معينة أو ميليشيات معينة بمحاربة المنتج المحلي ليركز العراق على قضية الاستيراد. ننتقل إلى موضوع آخر حيث تستمر أزمة دواء السرطان في البصرة دون التفاتة حكومية لتوفير الدواء للمحتاجين رغم مناشداتهم المتكررة. ناشطة بصرية سجلت هذا المقطع من مستشفى الطفل في المدينة داعية الإعلاميين والشباب إلى المشاركة والضغط لإيصال أصوات الأطفال في محاولة للفت انتباه الحكومة لأوضاعهم الإنسانية في ظل نقص الدواء فنشاهد طبعاً إحنا اليوم راح نكون ذي الوحدة واليوم البصرة أقوى والمحافظات الجنوبية أقوى من قريب اللي لازم نرجع حقوق هاي الأطفال ووعد عندنا إنه هاي راح تكون هي قضيتنا وهي الهدف مالتنا لازم نوصل صوتنا لأعلى مستويات كل الجميع من صغير لكبير الكل مسؤول عن هاي الشريحة سواء كان مسؤولين ناشطين مثقفين باحثين دكاترة مهندسين إعلاميين الكل مسؤول عن هاي القضية هي قضيتنا واليوم لازم ننقذ الأطفال نوفر لهم كل احتياجاتهم واحنا عد وعدنا راح ننطلق وانطلاقة راح تكون جدا قوية وضغط كبير على الحكومة الاتحادية والمحلية لازم يعطونا حلول خلال أسبوع راح تنفذ الأدوية من المستشفى ولازم يكون لهم حل وحل سريع جدا هاي الأطفال أمان ناشط من مدينة البصرة سجل مقطعا آخر لأحد الأطفال مع والده حيث تحدث عن منع دخول الإعلام للمستشفى بذريعة عدم وجود ترخيص لازم منتقدا دعايات السياسيين الذين وصفهم بالمتاجرين بأرواح الأطفال فنشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم وصيام مقبول على الجميع إن شاء الله اليوم احنا قدام مستشفى الطفل رجعت الأزمة بيها من جديد ماكو أدوية ما بيها أدوية البصرة من النفط اللي تنتج 4 مليون برميل من النفط لو يوميا يعني مال يوم واحد على دولار 4 ملايين دولار رجعنا والأطفال مصابين بالسرطان وإحنا كإعلام جينا ندخل المستشفى منعونا من الدخول قالوا موافقات رسمية هو ما عنده دواء والأطفال قاعد يصير يعني قاعد يصارعون الموت بس ما يخلينا أهم شيء الكرسي ماله هاي رسالة إلى مدير الصحة وإلى مدير مستشفى الطفل المسألة الثانية من يجي له واحد سياسي جايب له لعابات بعشرين ألف مشتري له لعابات بعشرين ألف يدخل للمستشفى ويقولوا له استاذ تفضل ما أدري شنو ويقص صور ويا المرضى ويسوي دعاية الروحة ويتاجر بأرواح المصابين بالسرطان وياخذ صور وياهم هذا السياسي والمسؤولين وكلهم يمشون وراه بس مين يجي الإعلام يريد يسلط الضوء على هاي الشريحة المصابة بالسرطان والآن دواء ماكو ما يخلونها هذا الوضع في مدينة البصرة وينكم يا برلمانيين يا سياسيين يا أعضاء مجلس محافظة البصرة مو دول أطفالكم يعني إلا يصير بأطفالكم سرطان والله ما أدري شكرا الله يساعدك عيني هذا الطفل ابنك هذا ابني وجايبه بمرض السرطان
وجاي نعاني من شحات الأدوية. وبالنسبة للشعاع، الشعاع يعني جاي تتكاتف عليه المحافظات كلها تجي هنا الشعاع. فاحنا هسه بقوله الله واحد يلا نحصلنا جلسه شعاع لهذا. نفطنا قليل، خيراتنا قليله، لو عندنا حرامي احنا نناشد المسؤولين الشرفاء فيسوون لنا حل لهذول المرضى السرطان. يعني تأذينا بشكل الله شاهد. نناشد المسؤولين الشرفاء، والله شو تحط له وطي من جوا مريض. ننتقل إلى موضوع آخر، موضوع يتعلق بموضوع المواد الغذائية والحصة التموينية التي تسلم للعراقيين أو التي يفترض أن تسلم للعراقيين. يستمر العراقيون بالتعبير عن سخطهم من قرار توزيع نصف كيلوغرام من مادة العدس في شهر رمضان المبارك. مواطن سجل مقطعا مصورا عبر فيه عن غضبه وتهكمه على القرار الذي قال عنه مؤخرا عادل عبد المهدي: عدس قليل أحسن من ماكو. دعونا نشاهد. فهذا النفط للشعب وملك الشعب، فحرام عليكم، حرام عليكم، والله حرام عليكم. وزع للشعب شنو عدس؟ هاي هسه العدس استلمته انا من الكميه، احنا 7 نفرات استلمنا تقريبا 3.5 كيلوات، كل واحد نص كيلو. انا بي قالون هذا العدس ما اكله. يا رئيس الوزراء هاي تعتبر يعني بالنسبة للإنسان المتفهم إهانة. هاي شنو أضيفا للكمية؟ كمية سالها سنين زيت وشكر زين لولا. أنا أتذكر بزمان صدام حسين مستلمين حتى ماسة مال حلاقة حتى بيض، كل شيء كان يوزعوه، وكان تقشف زمان صدام وحصار. هسه خير من الله هذا النفط الناس اشتحكي زين لولا. يعني اللي طالب بالحق ها يكضونه ويسجنونه، اللي طالبوا بحقه ها يحاربونه ويركضون وراه. وين نروح؟ وين نتجه؟ بس رب العالمين بقى، ماكو غير الله هو ياخذ. نبقى في هذا الإطار. مجموعة من الناشطين في محافظة ذي قار عبروا عن رفضهم لقرار توزيع العدس من خلال نثره أمام مكتب مجلس النواب في مدينة الناصرية، فنشاهد. السلام عليكم. احنا الان امام مجلس النواب ناشطي ذي قار وشرفاء ذي قار وكل احرار ذي قار. احنا كناس احرار نرفض جايب لي نص كيلو عدس يا مجلس النواب. صاكم سنه انجاز واحد معكم انجازين بس سويتون الكم الغاء البوبجي وتغيير النشيد الوطني. لكن وضح هذا جايب لي عدسات هذا امام مكتب مجلس النواب. جينا هاي كميتنا، هاي كميتي وكمية أطفالنا عائلتنا أمام مجلس النواب. جينا نرفضهن. هاي من عندي ومن الشباب إلى مجلس النواب. أنتم بتعبون وعندكم جهد ليلي وما عدتم وتعبانين على الوطن. إحنا الحمد لله عايشين. أنتم بخطية علي يمن. سمعنا بوجدي يقول علي يمن يا شعب قضيت هتلوم الما يفهم إحساسك لا تلومه. شايب ينتظر يطوننا بيوت قاعد عرصي في قضي يومه. خبر عاجل اجى الكميه عدسات استلمها وغسل ايده من الحب. الله ها سمعوا والله عيب بالقران عيب يا مجلس النواب. الناس انتخبتكم سنه والتغيير وكله تحجب النزاهه. هاي جايبي العدسات. هاي خليني اكتب هاي العباره. جاي اكتب سيد جاسم امام مكتب مجلس النواب في ذي قار. جبنا العدس ورجعناه لكم. الله وكيلكم ذبيناها باب المكتب مالك. تستمر الانشقاقات والمشاكل داخل التيار الصدري، فبعد حرق مول البشير في محافظة النجف وإغلاق مول الماس التابع لكاظم العساوي بالكرادة في بغداد، انتقلت شرارة الخلافات إلى محافظة ذي قار، حيث تجمع موالون للصدر أمام منزل القيادي في التيار مؤيد الأسد مرددين هتافات وصفته بالفاسد. دعونا نشاهد. نطالب من مؤيد الأسدي الكشف عن جميع أمواله إلى اللجنة المشكلة من قبل سماحة السيد القائد مقتدى الصدر وببيان رسمي ويتبرع من جميع الفاسدين. طبينا دار الفاسد.
الاسد ويد الاسدي لعنة الله عليه. في اليوم التالي من التظاهرة التي شاهدتموها قبل قليل او هذه الوقفة الاحتجاجية، داهمت قوة تابعة لمؤيد الاسدي علوة لبيع الخضار في محافظة ذي قار بحثا عن هؤلاء المتظاهرين الذين يعمل عدد منهم فيها، في مشهد يعبر عن انعدام الأمن وتسلط الميليشيات في المدينة. فلنشاهد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. رصد أحد الأشخاص دخول وجبة سيارات رباعية الدفع نوع تاهو مصفحة إلى أعضاء مجلس النواب العراقي. دعونا نشاهد. نورك صورة. هاي يوم 11 رمضان 17/5 يوم الجمعة. هاي التاهوات جاية لمجلس النواب. بمكان ما يجيبون تهوات وسيارات ومصفحات لهم كانوا يوزعون على العالم الفقرة اللي ترسل مناطق بشوفهم في شهر رمضان. هاي يوم الجمعة 17/5 وجبة مع التهوات 2019 جايات المجلس النواب. جاي شوف التهوات إذن جايات. دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع. في أول تعليق لدينا مشاهدين الكرام على موقع فيسبوك تحديدا، هادي يقول: الناس تموت ماكو علاج بالمستشفيات وانتم تجيبون تهوات. طيب محمد يقول: منطونا عدس، شو نريد بعد؟ لهم التاهو ولنا العدس. في تعليق اخر: عمر يقول: تقشف بس على الفقراء مو عليهم، يقصد النواب والمسؤولين. في تعليق لدينا أيضا جود يقول: موازنة العراق ما يختلف عليها اثنين، مفصلة للحكومة فقط من الرؤساء الثلاثة ومجلس الوزراء والنواب. وفي تعليق آخر لدينا أيضا عقيل يقول: هذا أكو مثل يقول ناس تضرب بالدجاج وناس تتلقى العجاج. وفي آخر التعليقات لدينا الكعبي يقول: عوبة الفقراء، الفقراء والأيتام والأرامل والجياع ما تروح تطلع بصحبتهم وتطلع بصحتهم وبعيالهم وبأطفالهم، ما تتعداهم إن شاء الله. أكثر من مرة ينتقد المواطن في العراق المسؤول لظهور المسؤول على شاشات التلفاز أو على وسائل إعلامية معينة ويتحدث عن الامتيازات والإمكانات، أو حتى إن لم يكن يتحدث بها فهي تظهر أو تكشف بشكل أو بآخر. امتيازات النواب، تخصيص مستحقات، تخصيص مكافآت، نثريات المسؤول بالنسبة لحرسه ولائمه ولعزائمه وغيرها من هذه الأمور، الطعام الذي يقدم للنواب، المناسبات الخاصة التي تحدث فيما بينهم وغيرها من هذه الملايين والمليارات من الدولارات التي تذهب هباء منثورة في سبيل راحة النائب. وكما صرح أحد النواب سابقا يقول: أنا لست مستعدا لكي أستغني عن راتبي المخصصات وراتبي وحتى التقاعد. فكرة إلغاء تقاعد البرلمانيين هو غير مستعد لتقبل هكذا أفكار، لأنه سيعيش على الحديدة كما تسمى في اللغة العامية. نراكم بعد قليل.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. موضوع الوسم هو اليوم عن حرق المولات. طبعا هذا الموضوع يحدث المراكز التجارية تحديدا بسبب نزاعات تحدث بين مسؤولين، وهذه المرة سنتحدث أو نخص النزاعات التي تحدث داخل التيار الصدري. دكتور يوسف يقول: جريمة كبرى غير مقبولة، عندك مشكلة مع أصحاب المول روح اشتكي عليه، مو تتعدى على أموال وبضاعة ومصدر عيش مستأجرين مساكين. في تعليق آخر أو تغريدة أخرى، محمد يقول أو مهند يقول: لازم فعالية بين فترة والثانية تثير البلبلة وتذهب ضحايا كالعادة، أغلب اللي اليوم أصبحوا فاسدين في عيون أتباعك كانوا الحلقة الأقرب لك يا سيد، والبقية من أمثال حاكم الزاملي وشاكلته أيضا فاسدين، لكن اليوم نتخطاهم بمزاجنا. وفي تغريدة أخرى عبد الله يقول: غدا سيتصالحون وتذهب دماءكم هدرا. يقصد المسؤولين أو الفاسدين أو زعماء الميليشيات بغض النظر. على علا تقول: محتارة شو أتفرج، مسلسل أمريكا وإيران لو مسلسل السيد مقتدى وجماعته. مقتدى الصدر دائما ما يثير الجدل بهذه القضايا، قضية الفاسدين، قضية الـ يعني تهم أو هذه اللجان التي تشكل لكشف الفاسدين في جماعته، لكن في النهاية لم نرى واحدا منهم يذهب إلى خلف القضبان لكي يحاسب وتطبق به العدالة والقانون. تبعنا نماذج كثيرة تحدث بها مقتدى الصدر سابقا، ونعم قد يكونوا قد عزلوا ربما من العمل السياسي، لكنهم ما زالوا أحرار طلقاء يتمتعون بامتيازات وبأموالهم. مقتدى الصدر جزء لا يتجزأ من الفساد الذي يحدث في العراق، شاء من شاء وأبى من أبى، هو طرف مشارك بالعملية السياسية و لديه ما لديه وعليه ما عليه من انتهاكات وجرائم ارتكبت سواء في تاريخ جيش المهدي سابقا أو في التاريخ الحالي مع سرايا السلام، ولديه مسؤولين أغلبهم متهم بالفساد وهو مشارك بالعملية السياسية، وكان من المؤيدين لبقاء هذه السلطة وهذه الحكومات التي أسست للفساد. فلماذا إذن الآن نتحدث أو نشاهد هذا كما ذكرته علا المغردة مسلسل أو فيلم يحدث في العراق الآن، قضية محاسبة فاسدين؟ أين دور القضاء؟ أين دور القانون؟ أسئلة تطرح. مشاهدينا الكرام نراكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، انتقل بكم إلى موضوع مختلف قليلا نغير به هذا الجو الجاد. تم افتتاح ملعب الوكرة لكرة القدم والذي يعد أحد الملاعب التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2022 في دولة قطر، فنشاهد. التوفيق لهذه البطولة التي ستقام على أول مرة أو أول مرة على أول أرض عربية. في الختام أنا أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.